عدنا إليكم مجددا المشاهدين الكرام بعد انتهاء طبخة الشباب وانتهاء التايمر 120 دقيقة. صالح الفرحان، عبد العزيز الشهراني، وفيصل بن قربة قدمونا هذا الطبق. أبو علي شاف النظافة، شفت النظافة أبو علي؟ شاف النظافة أبو علي، خلص من نظافة المطبخ، والآن أبو علي قاعد يذوق الوجبة الرئيسية وبيذوق سلطة الفواكه ثم بيذوق الملفوف مع الخيار، ونقول بسم الله وعلى الله توكلنا. الله يجعلها بالعافية. دخلالها أنا يا أبو علي. يا الله أنت كفقة يا الله، يلا أنت مده ولا ضده يا رب، يلا أنت أضرع فيه يا الله، يلا يا رب ترزقنا من حيث لا يحتسب. يلا أنت وفقه. ترزقه جمله. يلا يا رب أنت حايب عليه يا الله. أقرب أقرب. تعال تعال يا أبو مسفر بشر. الله يجعلها بالعافية، كانها لا في بطني. كيف الأمور رجع؟ الأمور إن شاء الله إحنا نتوجه. أبو علي وأبو سالم يأكلون فحن، الأمور طيب. الأمور نتوجهها بالشركة. نعم. ما أبشر. ما داول ولا ثاني. لا ماما. ها؟ شلونك؟ تسألني وش شيء في العالم يا أبو علي موجود؟ شوف أنا مثل ما أبو علي دائما يسألني بالحين، أقول أنا أكل أي شيء. يعني على قد ما أقول زين زين. يا أخي يلومون أبو سالم، أكلناه. قلنا ما انا بغير مقدمه الفقره دي. والله خفت يوم عبد المجيد بندر الله يشافيه يوم قالوا له يمدون يسوي لك عمليه تاكل اكل مو بزين. عقب امي قالت عاد تاكل كل العيد، العيال اللي يجيبوا العيد، يجيبوا العيد لا تاكله. لا قال لامك يعني ما قد جبت العيد بزيد رصيدك؟ الا والله اكلته. اقول في اكله ما اكلها ابو علي. حره ما ياكلها. دخلنا سجق قال يلا اسجق. والله ما اكلها. من بعضه. اني ابيت اكلها كلها ملح. طيب يا شباب. تغد ما ورانا شيء ابو علي. الحمد لله. ما العافية ابو علي، والله ما اكلت يا عمري. ما وراكم شيء شباب؟ ابد. ما ورانا شيء. كل انت تطلع. سب؟ قيم. ابدا يا ابو علي قيم وشوف وضع الشباب. والله اجيب لك شاهي بعد الغداء ذا. شاهي حبق ولا انا؟ ادوك ما غسل وتغسل. ما ورد. خليني اجيب لك شاهي. تبي شاور بخيل. بجيب. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك يا رب. ما قصرتوا. والله حق واجب يا بعد. ما انا فضل يا رجل، وانا جودة. طيب. احنا والله من ايدك ايدك ذي تعلم يا ابو علي. قيمكم على ورقة ولا قيمكم بلساني؟ قيم بلي تبي يا بعد. انت شورك في راسك؟ تقول انا صادق. ولو تقول يمين يمين ولا يسار احنا معك، في شر ولا في قد. ما غلطت ولا غلط. والله يا ابو علي عاد مثلا انا اصبنا من الله، انا اخطانا في انفسنا. شراك اعذر يا ابو علي. انا ابشر ماني من الذم معصوم. وش كمان؟ يا لي تصيد بغلطاتي وزلاتي، انا بشر والبشر ما اكثر خطاياه. الله. طيب. ابدعت. ما قصرت. الله يسعدك. حضوركم كان جميل. تفاعلك تسلم. تفاعلكم جميل. طول عمرك. زي حجاجك. اي والله. نظافة جميلة. زي ما بسلم. الله يكرمك. مين ذلي بالكلام صراحة لولي؟ يبغى ناخذ منهم كلمات. طيب اسمحوا لي بس دقائق يا رجل. لك الوقت كله، خلي الدقائق بس يا رجل. طيب نعطيكم النسبه اللي حصلتوا عليها. تكتبها الورق ولا بتروح تسجل؟ لازم انا لازم. طيب احنا القايمين وانت الجالس ابو علي. لا 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 انت اللي سجلت بس. احنا قايمين. احنا قايمين. لا لا احنا قايمين. لا احنا الجالس. كيف الكلام هذا؟ صادق؟ ما حد يسمع. يلا استريح استريح على الكنب البنفسج. والله اللهم صل على البنفسج. الواحد اللي سوى شيء زين يتكلم وقلبه قده. احنا يا طول عمر السلامه سوينا شيء زين ولا شيء انت كفو. ما منكم الشين انا ابو علي. وانت شيخ. كفو. ولا نجلها من بعدك يا سيد السادة. شو رايك؟ قهوة سادة. جميل. تفاعله قليل. ها؟ تفاعل قليل. يلا حلو. ها؟ حلو. طيب. أنت أبوها تمام. طيب. محمد. نبيه. قصرنا بشيء؟ أبداً أبداً. ها؟ طيب. نقول بسم الله. ناقص حق الله شو؟ ها؟ ملح. فيت بعضات. يعني نقول استاهلوا. تدري ما توقعت أنا كذا؟ ما
توقعت انهم بيجيبون العيد. عفيف عجبني شيء واحد التقديم. ابدأ في التقديم. شلون؟ التقديم ابدأ فيه. ابدأ. شوف كيف حطونا هذا طبق لحالنا على فكرة، ترام عارفينه. قطوه لحاله. ايوه. طيب نقول ولا يزعلون الشباب وحقهم يستاهلون. خلاص يا قلبي تعبت مطبخ في مطبخ تبغى شغاله. يلا بس طلع هناك. يلا روح. ايه يلا يلا لقمة أخيرة بس أبيك أنا. صك الباب. يا هجوز يا زريال ليلك كله لا ضوى أتركك أثرى التفاكر والمعنى طويل. خسرت شيء؟ استهلوك لك ها؟ دكت؟ فعلا أقطع قلوبهم اذبحهم. يا شباب تعالوا أجيك طيران. تعالوا يا شباب تعالوا أجيك جعل ما أجي غير. صالح الفرحان عبد العزيز هراني فيصل بن قربة شهراني أبو علي حياكم الله. هلا وسهلا هيبقيك هرابك والله. شوفوا كلنا على جهده. تو اعطيناكم على ما سويتوا. الله يطول. السلطه هذه من سواها؟ انا اللي ها؟ انا ناقص زيت زيتون يا ابو علي. ها؟ ناقص زيت زيتون. ناقص زيت زيتون. النقص والله يا ابو علي. والله يا ابو علي حال اني سد الوجود. ايش بك انت؟ طيب صاحي. ها؟ تقطيعها كذا. لا كنت الا ولد سلطة الفواكه تقصد؟ لازم تشيل القشرة. صالح هذه خابر. شكرا شكرا. ها شباب شوف يا باقي روح سلام. تفضل. هو طال عمرك. هو هذا من الفضل. اسكت يا صالح. دقيقة يا صالح. هذا طال عمرك. ما عندي وقت ترى والله. طيب هذه طال عمرك الفواكه كانت كثير عرفت؟ طيب فلما جينا نبغى نقشرها كلها بياخذ منا الوقت. طيب فبيروح وقتنا واحنا نقشر الا اذا فيصل بن قربه حتى باقي فيه فواكه وما يسولف الا بس ساعه اشغلوا بعض ناس وخبره هل تشوف هذا تقطيع فواكه؟ غسلناها زين؟ لا هذا هل تشوف هذا تقطيع فواكه يا شباب؟ هذا مو تقطيع ده. ايوه صح. التفاحه انشبت في الحلق الايسر عندي. انظر زين ابو سالم ترى كنت اللي ناكفنا يا ابو سالم. انت سمعت ابو سالم ما تقطع اكبر. لا انت انشغلت بالقصيده. غسلناها فركناها. انت انشغلت بالقصيده يا ابو مسفع. لا صالح يا ها عزيز عبد تكفون يا هيلي في ذمتي ذمه. يا هيلي في ذمتي ذمه عليك. ما تنزل دموعي عليك ما تنزل دموعي. اسمع شكرا خلاص خلي طيب علي قيمنا. شباب 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 اسلم يا ولد. خل النظافه عندكم فيه وسخ ما انتبهتوا له جد يعني حاجه الخطا وارد ولا احد معه صار حاجه خلته بعد يقول كذا اسالك يا الحركة المعروفة قل لا إله إلا الله. طيب منو اللي كان ينظف؟ كلنا اجتهدنا. طيب شوفوا تعالوا روحوا روحوا شو شوف
وش يا بعد؟ شوف مقلب يرجع يلعب عليكم. مقلب ايش؟ قبضته. قم دور معنا. مقلب ايش؟ قم مقلب ايش؟ قم انت قم انت يا رعنا. انت ترى المشكله من كنت انت اللي سويته. الله يسامحك والله. وش يا بعد؟ ترى هو السبب هذا واللي سلمك كافي. حاجه جلطتني انا قبل لا تجلطكم. محمد مسعود قال لي لا راح شافها برد فوق الطاوله. فوق الطاوله ايش هذه؟ شني؟ لا 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 ها لا لا خلوها عادي. بحيث فيصل اقول لكم ايش هي. طب هناك اعطى من نسبه. حرام. خلوك خلاص سلام. الحق عبديله. حصل الشباب على نسبة 100. ما انتبهتوا له يا شباب؟ يا ابو علي انت انك منتبه له احنا انتبه. لا هذه يا ابو علي اخيرا شفتها. العتب على النظر يا ابو علي. العتب على النظر. اي والله يا ابو علي العتب على النظر. ايش تبغى انت؟ ايش تبغى الحين انت؟ بكتسب خبره. اذا لما انا جينا بقول لك شيء. ها شباب اعلن النتيجه. راضين بالمقسوم؟ طبعا والله ضربت فوق نفسياتنا تحت. يلا طيب ما راح يقصر فوق وتحت يا شباب. نتيجة ارجع الطاولة. ارجع الطاولة شباب. ابو علي بيعلن النتيجة على الطاولة هنا. يا ما رجعنا ابو علي بيعلن النتيجة على الطاولة ثم نرجع لكم. واذا اعلن النتيجة خلوكم في مكانكم. لا احد يعترض ويقوم علينا على من شوفوا في محله. اللي عنده اعتراض ايوه والله انا قابله. وانا بنفسي اقبل اي حاجه. ما عاش من اعترض عليك ابو علي. واي اعلان تبون نعلن؟ من هو اللي يفكر يعترض عليك؟ طيب يا شباب ابو زيد اعطيني مال ابو سعيد. شباب ابو سعيد اعطيني مال عندك. فيصل ارحب. مطر صالح سام عبد العزيز ارحب. تراحيب الحياه عند مغليك. حصلت على نسبة صراحة. أول شيء شوف دقيقة أنا صراحة أشكركم اليوم الله يطول عمرك على جهودكم. وصحيح في الأخطاء أخطاء لازم الواحد إنه يخطي. نعم بس نسبتكم زعلتني. ها نسبتكم زعلتني. آه يا أخوان أنت شو مسوي يعني؟ أنت إيش سويت ما فيس؟ شو مسوي فيك الهم؟ كم باقي صار؟ اشتاق مني يا ابن عم وانا اخيك. طيب يا شباب اسلم. حصلت على نسبة يو علي. تراك وتاتنا يو علي. يو علي وتاتنا يو علي. شكلها حلوة الاسم ابو علي. والله يا صاحبي عندي حسن. هي حلوة بس انه معني مو غير المأمول. مو غير اللي كان هم يتمنونه. الدرانيليين عندي بألف. حصل الشباب على نسبة يمكن لو اقولها والله مو شوف يمكن تكسر هنا صحون. لا ان شاء الله يمكن يحصل فيها علوم. فرحه ولا غبنه؟ يمكن تقول ابو كاتب الان يجي. فرحه ولا غبنه؟ غبنه. لا ما اظني والله. ما يصطاد قلبك. ما يصطاد قلبك. ما يصطاد قلبك اعرف. طيب كيف التفاعل معكم؟ كيف التفاعل؟ والله اني يا ولد اعطيتك شيله هنا لو انهم مسجلينها بلاك باك ما سويت. طيب اعطينا شيله حلوه. والله على خشم. يلا الله. لا قول انت يلي شايف حالك شنو. لا هذه سب. لا مو بلب علي. مو بلب علي. لا 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 ابغى شيء طيب. لا لي ولا الجمهور. والله على خشمي يلعب عليها. يروح روح يا نظر عيني ما اعرفها. ضاعت يا ابو علي. جايك يا ضاعت يا ابو علي. كيف؟ يقول طيب يا مسافر لديرته وقف على باب شف باقي الوردتين اللي تحت بيته زرعتها العام يوم الوصل نحضب وسقيتها كل ما جيته ومره
لا تقول هذه نسبتنا يا ابو علي. يا شباب حصلتوا على نسبة 90. يا اصبر مقلب يا عيال اي 90 انت محصلين عليها مقلب يا ابو الحلال لا اله الا الله مقلب يا صاحبي لحيك ايش؟ النسبة لحيك ايش؟ اندق النسبة هي كما الاتي خلينا نكون صريحين عليكم يا رقا رقا ابو علي تفضل عساك بالله ما يصير معي شباب معلش يا جمهور شيل على المقلب معلش على المقلب معلش معلش تعال 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 بالله نزودنا شيء غير نسبة الشباب 90% تعال استريح لحبيب والله العظيم يعني صراحه تونا استريح استريح استاهل 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 يعني على استاهلوا صبروا علي خلف الكواليس اكيد ترى هذا اللي اعطانا الطريقه كل شيء نعرف ايضا ما قصر هو عشان كذا هو متحطم كيف كيف النظافه كيف كيف قاعد اعلمكم بيض الله وجهك الطيب طبعا ما يجيب الطباع قال قبلك حميدين اطماع بيض الله وجهكم ما قصرتوا والله يجمل حالك مبروك والله والله فرحتي يا ولد انها ما حرام بالله يا فرحة ما طبعا يا شباب في عطنا عطوا وش ابدعوا فيه وش التحسن وش مو تحسن اسلم يمكن شباب برضو حيوافقون الراي هذا النظافه درجه كامله ما شاء الله الحمد لله الحضور درجه كامله الحمد لله التفاعل معلش ما في تفاعل نهائيا صفر استحالة ما تجي ما تجي ما تجي ما تجي ما تزبط ما تجي التفاعل التفاعل خلوا الأخير المقادير ناقصة طبعا اللي هي الملح بهارات ناقصة وجبتكم ملحها ناقص ملح ناقص 10 من 15 نقص عليك 5 درجات بسيط اوكي طيب ونقول عندك الطبق انتهى في وقت الوقت 15 كاملة مظبوط طيب ونقول الطبق النهائي مخصوم عليكم منه برضو 5 في بعض اللمسات الطبق النهائي طبعا التوتال كامل يعني. التوتال كامل اللي هو عشان السلطه عند ربها يا رجال 10 درجات عرفت والتفاعل يا شباب اشكركم عليه الله يطول ما قصرتوا والله مو عشان حاجه ابدعتوا اليوم خاصه فيصل صراحه امتعنا في المطبخ صراحه العرضه حقتك اليوم لحالها عندي على فكره ابو علي انا حصلتوا على التفاعل اضافه معلومه 20 بيض الله وجهك إضافة معلومة يا أبو علي فضل. أنا المرة اللي راحت أخطيت بالكفتة اللي هو بالتأخير بالنسبة للفرق طيب. المرة هذه تفاديت هالخطأ هذا طيب. لأني حاطه ببالي أيوة. هي اللي نقصت لك اليوم طيب والبهارات والملح كانت ناقصة أنا أتمنى لكم التوفيق الحمد يعني نسبة حلوة أي والله الحمد لله إذا أنا غلط فيها يعني لا والله محشوم فيها ثلاث سنين قبل بالعكس اليوم حلقة ممتعة ثلاث سنين صراحة والله جمالي جمالي اليوم صراحة حلقة تشكرون عليها والله يا أبو علي صح أنا أني متضايق أنا شوي أفا والله يا أبو علي ما هو منكم ما هو منكم أدري أنا عارف من مين لا والله أبو علي أبو علي عندي ظرف والله أبو علي والله عندي ظرف في البيت يعني مو عشان والله طيب الله يعينك قول إله الله تستاهلون هذه النتيجة شفتوا أخطائكم شفتوا ولا مو عشان البرنامج على عيني وراسي من فوق والله ما في شيء هز أبو علي أبو علي جبل إذا مشاهدينا الكرام نصل نحن وإياكم إلى نهاية تقييم الشيف أبو علي من نسبة 100% حصل الشباب 90% يستاهلونها ننتقل نحن وياكم إلى أذان طيب ننتقل نحن وياكم إلى أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الرياض ونعود إليكم إن شاء الله بعد صلاة العصر تقييم الشباب طبخة أخوياهم والنسبة الإجمالية